فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لقناتنا قناة منح من كل ألوان، بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر، بالإضافة كمان ده الويب سايت الخاص بينا، وتقدروا تصفحوا كافة المنح الدراسية من هنا وتعرفوا على أحدث المنح. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل فرص المنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. المنحة بتاعت النهاردة هي منحة مميزة جدا ومنحة ممولة بالكامل، هي منحة الحكومة الأسترالية. تمام؟ طيب خلينا نتعرف أكتر على التفاصيل. الدولة اللي هيكون فيها الدراسة هي دولة أستراليا، بالنسبة للجهة المانحة هي حكومة أستراليا وجامعة سيدني. تمام؟ المنحة دي يا جماعة جاية منين؟ الحكومة. تمام؟ والدراسة هتكون في جامعة سيدني، فالطلبة اللي هيتقبلوا في الجامعة الحكومة هتقوم بتمويل دراستهم في هذه الجامعة. تمام كده؟ يبقى المنحة دي ممولة من الحكومة للدراسة في جامعة سيدني. طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على الفرصة دي بكل سهولة بدون اي مشكلة. بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير والدكتوراه فقط. يعني الناس اللي هتدرس ماجستير او دكتوراه متاح، لو انت في اخر سنة من البكالوريوس برضو متاح، ولكن لو انت عايز تدرس الليسانس او البكالوريوس كدرجة دراسية او مرحلة دراسية في المنحة دي غير متاح. تمام؟ طيب كمان بالاضافة لو انت مثلا حصلت على ماجستير وعايز تعمل ماجستير مرة اخرى او دكتوراه مرة اخرى برضو بتقدر تقدم عادي، مفيش مشكلة. بالنسبة للتمويل المقدم من المنحة دي عندنا تمويل ممتاز وخرافي. ركز بقى معايا فيه كده. اول حاجة عندك رسوم التعليم الجامعي مجانا، هتاخد كل تكاليف الدراسة مجانا على حساب الحكومة، مش هتدفع اي تكاليف خالص. تاني حاجة عندنا ان في سكن جامعي مجانا. تمام؟ السكن الجامعي هيكون متاح ليك بالمجان، مش تدفع فيه اي تكاليف خالص. تالت حاجة عندنا راتب قدره 27,596 دولار في السنة عشان يغطي لك مصاريف المعيشة. زي ما احنا قلنا انت عندك رسوم التعليم مجانا، عندك السكن الجامعي، هيدوك كمان الراتب ده سنويا، راتب كبير جدا هتاخده سنويا عشان يكفي لك احتياجاتك الشخصية او الطعام او غيره، وطبعا تقدر تدخر منه مبالغ مالية اضافية لان الراتب كبير جدا. تمام؟ تالت حاجة عندنا تأمين طبي في حالة لا قدر الله حدوث مرض او حادث، هتكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة. طيب رابع حاجة عندنا او خامس حاجة عندنا تذاكر السفر جوا. تمام؟ هيتم اعطائك تكلفة عشان تذاكر الطيران من بلدك الاصلي الى استراليا لمدينة سيدني. تمام؟ وبرضو لما تخلص دراسة هيتم برضو توفير ليك تذاكر الطيران عند العودة الى وطنك. كمان هيكون في مكافأة تصل الى 420 دولار لمرشحي الماجستير و 840 دولار لمرشحي الدكتوراه. الناس اللي هتروح تدرس ماجستير عند الوصول هيكون في مكافأة 420 دولار، والدكتوراه هيكون في مكافأة عند الوصول 840 دولار. تمام؟ كمان هيكون في تمويل الابحاث العلمية، مصاريف الكتب الابحاث العلمية اللي انت هتعملها اثناء الدراسة. تمام؟ لان بيكون في اللي هو السنة النظري والسنة العملي، الابحاث وكل هذه الاشياء هتكون تكلفتها برضو على حساب المنحة. بالنسبة للتخصصات المتاحة عندنا كل التخصصات اللي بتقدمها جامعة سيدني مثل الطب والهندسة والحقوق وجميع التخصصات موجودة، كل التخصصات اللي بتقدمها جامعة سيدني موجودة. ولو عايز تعرف اكتر على التخصصات هتيجي تضغط على كلمة هنا دي عشان يفتح معاك الرابط اللي انت ممكن تلاقي فيه كل التخصصات وتبحث عن اي تخصص انت عايز تقدم عليه وتتأكد من وجود التخصص. تمام؟ في اللينك ده اللي هو السيرش كورس تقدر تبحث عن التخصص اللي انت عايزه. تمام؟ طيب هنا زي ما احنا شايفين ان الجزء ده بتقدر تكتب انت عايز تخصص ايه. تمام؟ وبتبدأ تبحث هل التخصص ده موجود بالفعل ولا لا، وبتقدر تحدد عايز درجة المرحلة الدراسية ماجستير ولا دكتوراه، بتقدر تحدد الدرجة والتخصص وبتبدأ تبحث موجود ولا لا. تمام؟ وزي ما احنا قلنا ان كل التخصصات اللي بتقدمها الجامعة متاح انك تقدم عليها. بالنسبة بقى للأوراق المطلوبة عندنا في المنحة دي أوراق بسيطة مش معقدة. مطلوب شهادة التخرج بتاعتك. تمام؟ لو انت بالفعل في آخر سنة دراسية
بتقدر انك تجيب كشف الدرجات السنه اللي قبلها. لو انت انهيت بالفعل المرحله الدراسيه ومعاك شهاده التخرج وكشف الدرجات بتاعك بتقدر انك ترفق، تمام؟ يبقى شهاده التخرج وكشف الدرجات اذا تخرجت، او شهاده السنه اللي قبلها لو لسه في السنه الاخيره من المرحله الدراسيه الحاليه. مطلوب كمان 2 خطابات توصيه، تمام؟ لازم يتم عمل خطابات توصيه عشان دي من المطلوب، من الاشياء المطلوبه في الابلكيشن. كمان مطلوب خطه بحثيه اللي هو البروبوزل، لازم تعمل برضو على حسب ايه التخصص اللي انت ناوي تدرسه وتعمل عليه بروبوزل وترفقه في الابلكيشن، تمام؟ كمان مطلوب سيره ذاتيه، السي في بتاعك ترفقه في الابلكيشن. دي اوراق المطلوبه، اوراق بسيطه مش معقده. خلينا بقى نشوف الملاحظات هنا. المنحه دي ليس بها حد اقصى العمر للتقديم فيها، فهي متاحه لجميع الاعمار سواء سنك صغير سنك كبير، بتقدر تقدم على المنحه دي بكل سهوله. كمان ركز معايا في الملحوظه الثانيه، شهاده اللغه الانجليزيه ليست الزاميه الان عند التقديم، تمام؟ بحيث انك تستطيع التقديم بدونها للمنحه، واذا تم قبولك هيتم اعطاك وقت لارفاق شهاده اللغه. يعني ايه؟ يعني انت حضرتك معاك شهاده اثبات اللغه بترفقها حاليا في الابلكيشن. طب قدر انت مش معاك الشهاده حاليا، مش بتاثر خالص، بتبدا انك تقدم عادي. لو تم قبولك في المنحه بيوصلك اللي هو حاجه اسمها كونديشنال اوفر، تمام؟ عرض مشروط او خطاب قبول مشروط. خطاب القبول ده مشروط بانك ترفق شهاده اللغه، فانت كده ضمنت قبولك في المنحه ومتوقف على شهاده اللغه. ساعتها تقدر توفر شهاده اللغه وتتقبل القبول النهائي، تمام كده؟ فالحاجه الكويسه هنا انك مش الزامي عند التقديم توفر اللغه. يعني انت هتوفر، يعني تبدا توفر شهاده اللغه من الان، ممكن تتقبل وممكن لا، بس الميزه في المنحه دي انك قدم دلوقتي ولو تم قبولك قبول مشروط ساعتها تقدر توفر شهاده اللغه. كمان يمكنك التقديم ايضا اذا انت في اخر سنه حاليا من البكالوريوس او الماجستير وعايز تقدم لمرحله دراسيه اعلى، بتقدر تقدم عادي مفيش مشكله. بالنسبه للتقديم للمنحه دي يتم التقديم اونلاين واتباع شرح الخطوات في الابلكيشن زي ما احنا هنشوف بعد شويه، تمام؟ اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي، التقديم متاح طوال العام، وبيتم تقييم الابلكيشن بتاعك قبل موعد الفصل الدراسي اللي زي تنوي التقديم ليه. يعني مثلا الناس اللي عايز تدرس في سبتمبر بتقدم من دلوقتي على اساس يتقيم الابلكيشن بتاعهم قبل شهر سبتمبر اللي هيبدا فيه الدراسه. الناس اللي عايز تدرس مثلا في مارس 2021 فبتبدا مثلا تقدم في الشهور القادمه، هكذا. انت بتختار سواء هتقدم دلوقتي على سبتمبر 2021، مارس 2022، سبتمبر 2022، بتقدر وانت بتقدم تحدد الفصل الدراسي اللي انت عايز تبدا فيه، تمام كده؟ وبيتم تقييم ملفك على حسب الفصل الدراسي اللي انت عايز تبدا فيه، تمام. طيب هنا كمان عندنا ملاحظات ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول في الصين، وخدمه التقديم بشكل احترافي على اي فرصه ومنحه انت عايزها، وخدمه تجهيز الاوراق، وخدمه التقديم على الكورسات. ولو عايزين تقدموا من خلالنا على هذه الخدمات بتلاقي رابط خدماتنا الاضافيه موجود هنا وايضا موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو ده. طيب خلينا نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه دي الذي به كافه التفاصيل اللي انا قلتها، تمام؟ كل حاجه انا قلتها هتلاقيها موجوده في الاعلان الرسمي. فهيفتح معانا دلوقتي الموقع الرسمي للجامعه، وزي ما احنا قلنا المنحه دي مقدمه من الحكومه اسمها Australian Government Research، تمام؟ RTB. فده الويب سايت، كل التفاصيل هتلاقيها هنا، تمام؟ اللي هي RTB Scholarship International للطلاب الدوليين. كل التفاصيل اللي انا قلتها بال يعني التمويل اللي بتقدمه المنحه، كل حاجه هتلاقيها مذكوره هنا في الموقع الرسمي اللي هو Australian Government Research Training Program Scholarships، تمام؟ ده اسم المنحه. طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف كيفية التقديم للمنحة دي. هنا ده الرابط اللي انت هتقدم من خلاله على المنحة دي. وانا سابقا السنة اللي فاتت في شهر يناير 2020 كنت شرحت المنحة دي وكنت وضحت كل تفاصيلها وكيفية التقديم. فانا دلوقتي هجيب لكم جزء من الفيديو بتاع السنة السابقة لان هو نفس عملية التقديم للسنة الحالية برضو، وتقدروا تمشوا خطوة بخطوة مع الفيديو عشان برضو تعرفوا ازاي تقدموا لهذه المنحة، تمام كده؟ هتروح عند حاجه اسمها في الاول بقى فايند كورس، تمام؟ تروح عليها هنا عشان تبدا ان انت تقدم للتخصص اللي انت عايز تختاره او تملى الابلكيشن، تمام؟ اول حاجه لازم تختار التخصص. هترجع تاني مثلا فليكن انت عايز تقدم على تخصص بزنس، فتيجي تكتب مثلا بزنس هنا، تمام؟ هيطلع لك بقى بزنس، يعني عن الماستر عن الدكتوراه، هيطلع لك كل حاجه. وهنا يظهر لك في السيرش مثلا، تمام؟ هيظهر لك كل الكورسات مثلا عن البيزنس، وانت عايز مثلا بوست جراديت، تمام؟ فهيطلع لك مثلا هنا في البوست جراديت اللي هو في الدراسات العليا مثلا ماستر انترناشونال بيزنس. فمثلا انا عايز اختار دي، يبقى انا هدخل على التخصص ده، تمام؟
لما ادخل عليه هيظهر لي بعد كده الصفحه اللي انا من خلالها هقدم للتخصص ده اللي هو الابلكيشن، هيظهر لي بالشكل ده. هنا بيديك نبذه عن التخصص تمام، وبيقول لك التخصص ده محتاج ايه وهيكون يعني قد ايه مده الدراسه بتاعته فيه قد ايه، وبيقول لك ممكن ان يتم التمويل على حسابك او يتم التمويل عن طريق سكولارشيبس منحه تمام، يعني دي طرق التمويل. طيب انت دلوقتي عايز تقدم للتخصص ده، هتيجي تضغط على كلمه ابلاي تمام عشان يدخلك للابلكيشن اللي المفروض انت تبدا تملى فيه البيانات بتاعتك. ركز بقى معايا في النقطه دي، هنا بيقول لك هل دوميستيك ابلاي ناو ولا انترناشونال ابلاي ناو. فانت كطالب انترناشونال كطالب دولي يبقى انت المفروض تروح على الجزء ده، بس قبلها فوق هتلاقي خانه كده بتظهر لك بيقول لك اختار انت عايز تبدا اي سمستر، عايز تبدا السمستر الاول في 2020 ولا السمستر الثاني في 2020 ولا 2021 السمستر الاول ولا اي سمستر بالظبط. فمثلا انا عايز ادرس السمستر الثاني 2020 يبقى اختار الجزء ده مثلا واضغط على انترناشونال ابلاي ناو، هيدخلني للصفحه بالشكل ده تمام. المفروض بقى ان انا اعمل اكونت جديد، هنا مطلوب مني المتقدم الرقم المتقدم وهنا مطلوب مني الباسورد. طيب انا ما عنديش الحاجات دي، انا كمستخدم جديد اعمل ايه؟ هتروح تضغط على نيو ابليكانت دي تمام عشان تعمل ايميل وباسورد جديد وتحط البيانات بتاعتك. يبقى انت لازم الاول تعمل مستخدم جديد، هتيجي تكتب اسمك هنا، اسم العائله، تاريخ ميلادك، الايميل بتاعك تمام، تاكيد الايميل بتاعك، تحط يوزر نيم من عندك ويعني تحاول تحفظه عشان ده اللي هتستخدمه في الدخول بعد كده، والباسورد، وتاكد الباسورد، وبعد كده تضغط على دول على التاكيد وتعمل بروسيس تمام. لما تنتهي من المرحله دي كده انت عملت مستخدم جديد. طيب هتستخدم بعد كده اليوزر نيم ده والباسورد ده وتاخدهم وترجع بيهم في الجزء ده تمام، اللي هو الاي دي بتاعك والباسورد بتاعك، وبعد كده تعمل لوجن عشان تخش وتملى الابلكيشن وتكمل باقي الاجراءات. هيفتح معايا دلوقتي الابلكيشن تمام، انا اوريدي عملت ابلكيشن يعني، فالمفروض انت اول بقى ما تكون خلاص مليت البيانات بتاعتك وعملت الابلكيشن هيظهر لك الفيو ابلكيشنز، بعد كده هتظهر لك الصفحه بالشكل ده، وهنا بيقول لك انت ممكن تختار يعني رغبتين او تخصصين، بتبدا انت بقى تشوف الرغبات بتاعتك هنا وتشوف التخصص اللي انت عايزه تمام والتخصص الثاني، وبعد كده بتبدا تعمل سيف وكونتينيو عشان تخش للصفحه اللي بعدها وتكمل باقي البيانات والابلكيشن والحاجات اللي مطلوبه منك فيه. اول حاجه مطلوب البيرسونال انفورميشن، طبعا انت اوريدي كنت كاتب اسمك وكنت كاتب تاريخ ميلادك، فبيقول لك هنا باقي المعلومات لازم تتحط، زي تكمل الجندر بتاعك، زي هنا مطلوب منك بيقول لك لو انت كنت مغير اسمك يعني حط لنا وثيقه تغيير الاسم، فدي بتسيبها فاضيه. بيقول لك هنا اكتب العنوان بتاعك اللي انت موجود فيه حاليا، الدوله اللي انت موجود فيها حاليا، الشارع اللي موجود فيه، المدينه اللي موجود فيها حاليا تمام. برضو ده بيقول لك الهوم ادرس، يعني بيقول لك لو هنا بتختار لو الهوم ادرس نفس الميل ادرس فبتضغط عليها عشان يطلع لك نفسها تمام. بيقول لك هنا الكونتاكتس بتاعتك، التليفون بتاعك، رقم التليفون، الايميل بتاعك اللي انت مسجل بيه فبتحطه هنا. بيقول لك الاقامه بتاعتك الحاليه تمام، يعني انت دلوقتي عندك اقامه في جنسيتك الاصليه ولا عندك اقامه في دوله تانية، وايه نوع الاقامه دي، فبتختار مثلا هنا بيقول لك انت اتولدت في اي دوله، بتختار الدوله اللي اتولدت فيها. هنا بيقول لك دوله الاقامه، هل هي خارج استراليا تمام، او معاك فيزا اقامه في استراليا، او انت شخص استرالي او نيوزيلندي، فمثلا بتقول اذر، وبيقول لك بقى لو قلت اذر اختار الدوله اللي انت جنسيتك منها. وهنا مطلوب منك الوثائق، يعني الباسبور، صوره الباسبور بتاعك او صوره الهويه بتاعتك تمام، او لو عندك مثلا اقامه في دوله تانية ومعاك كارت اقامه او يعني فيزا الاقامه فبتحطها برضو هنا، بس هنا مش الزامي انك تحط الوثائق دي يعني دلوقتي تمام، فعادي لو انت مش معاك الوثائق دي حاليا ممكن تعمل سكيب ليها. طيب هنا بيقول لك هل انت بتقدم للجامعه عن طريق وكيل معين او شخص معين، فبتقول انه مثلا بيقول لك هل انت طالب حاليا دلوقتي في الجامعه، بتقول انه مثلا يعني بتحط على دون نو، هل انت مسجل حاليا في الجامعه او مثلا كنت مسجل فيها قبل كده، فبتحط نو على كل دول تمام. بعد كده بتعمل سيف وكونتينيو عشان تخش المرحله اللي بعدها. في المرحله دي بيقول لك هنا بيسالك على السكولارشيبس،
وهنا السكولرشيبس اللي بسألك عليها مش اللي انت لسه عايز تاخدها، لا اللي انت خدتها قبل كده. بيقول لك هل انت خدت منحه قبل كده؟ فمثلا لو انت ما خدتش منحه قبل كده بتقول نو. بيقول لك هل مليت لمنحه قبل كده ولسه مستني مثلا النتيجه بتاعتها؟ فلو انت مش مقدم لمنحه حاليا دلوقتي بتختار نو. بيقول لك لو انت اتقبلت في منحه سابقا او مثلا جالك خطاب قبول من منحه لسه فبتحط الدليل. لو ما عندكش بتسيب الجزء ده فاضي، تعمل سيف وكونتينيو للمرحله اللي بعدها بعد لما بتخلص دي، تمام. وفي المرحله دي بيتكلم عن اللغه الانجليزيه بتاعتك، وبيقول لك ان اول حاجه بيسالك هل الانجليزي يعني لغتك الاولى، هل انت من شخص مثلا من دوله اجنبيه او كده، فمثلا بتقول نو. فبيقول لك لو انت مش من دوله اجنبيه ولغتك الاولى هي اللغه الانجليزيه يبقى لازم يكون معاك الامتحان. فبيقول لك هل انت معاك الامتحان؟ فبتقول له نو مثلا. لو انت الامتحان معاك بتضغط يس. لو انت لسه هتعمل الامتحان فيظهر لك سؤال تاني بيقول لك متوقع انك تعمل الامتحان امتى وايه نوع الامتحان اللي انت عايز تعمله. طبعا هنا يعني موجود اربع امتحانات مقبوله، الايلتس التويفل والبي تي اي اكاديميك انجلش، وبتختار التاريخ اللي انت ناوي تعمل فيه الامتحان، تمام. لو انت لسه ما عملتوش. هنا بيقول لك لو عندك دليل على اللغه شهاده اللغه يعني الايلتس او التويفل بتحطه هنا، لو لسه ما عملتوش فبتسيب الجزء ده فاضي. هنا بيسالك يعني بيقول لك هل انت اترفدت من جامعه قبل كده او في كورس مثلا انت ما كملتوش او كل الكلام ده، بتضغط على نو في كله هنا، تمام. وهنا الوثائق المطلوبه بيقول لك يعني الدليل لو تم مثلا رفضك من كورس قبل كده بتحط الادله هنا. بيقول لك ايه اخر مرحله دراسيه حصلت عليها، تمام، هايست كواليفيكيشن ديتيلز، فبتختار مثلا باشلر ديجري هاي سكول سكندري سكول هكذا يعني. وبيقول لك هنا اتكلم عن معلومات المدرسه الثانويه بتاعتك، المدرسه كانت فين، الدوله اللي كان فيها المدرسه بتاعتك، تمام، اتخرجت من المدرسه امتى. هنا بيكلمك عن المرحله الجامعيه بتاعتك، ايه اخر درجه انت حصلت عليها سواء مثلا بكالوريوس ماجستير، فبتتكلم عن اخر مرحله دراسيه جامعيه انت حصلت عليها. ولو لسه حاليا بتدرس تكتب التاريخ اللي انت متوقع فيه التخرج، تمام. طيب وهنا بقى بيتكلم عن الاوراق بتاعتك، بيقول لك حط لنا الترانسكريبت، تمام، اللي هو كشف الدرجات. كشف الدرجات يتحط هنا. بيتكلم هنا على شهادة التخرج تحطها هنا، ولو معاك الشهادة باللغة العربية تحطها، وكشف الدرجات باللغة العربية تحطها. وهنا في الجزء الثالث هنا بيقول لك الشهادة أو كشف الدرجات ولكن يكون مترجم للغة الإنجليزية، يعني أنت لازم تحط لهم الأصلية باللغة الأصلية بتاعتك أو اللغة الأم بتاعتك، وهنا الشهادات مترجمة، تمام. بس باقي الحاجات دي يعني حاجات اضافيه. بيقول لك يعني لو انت عندك خطاب توصيه من مؤسسه معينه او كده فبتحطه من المؤسسه اللي انت درست فيها. هنا بيقول لك لو عندك اي شهادات اضافيه او كورسات انت خدتها او جوائز بتكتب الوصف بتاعها هنا، ولو عندك ادله على الموضوع ده او الجوائز اللي انت خدتها او شهادات بترفق صوره من الشهادات دي هنا. بعد كده بتعمل سيف وكونتينيو بتخش على المرحله اللي بعدها، تمام. في المرحله دي ديكلاريشن اللي هو خلاص بقى اللي انت بتاكد على كل البيانات وكل المعلومات اللي انت كتبتها وكل الملفات اللي انت وضعتها، وبتضغط على المربع ده وبعد كده بتعمل سبميت. لما بتعمل سبميت كده انت قدمت للجامعه، تمام، وبتنتظر منهم الرد في خلال اعتقد شهر ونص يعني على الاكثر، بيردوا عليك بالموافقه او الرفض. الموضوع بسيط جدا. وفي حاجه كمان لازم تكون فاهمها كويس، ان في رسوم لابلكيشن التقديم في المنحه دي. بيقول لك ان في رسوم $125 استرالي، تمام، بيتم دفعهم غير قابلين للاسترداد في حاله القبول او الرفض. يعني لازم تكون المعلومه دي عندك ان في رسوم لابلكيشن التقديم، وعشان تبقى فاهم ان معظم الجامعات القويه زي جامعه سيدني او المنح القويه زي المنح الحكوميه بتحتاج ابلكيشن تقديم عشان تعرف الناس الجديه من الناس اللي مثلا ممكن واحد يقدم ما يكونش مهتم بالمنحه، فهنا بيتم معرفه الناس الجديين في التقديم للمنحه دي، تمام. ودلوقتي شفنا كل تفاصيل المنحه وشفنا ازاي ممكن نقدم ليها، فكده انا شرحت لكم كل شيء عن المنحه. طبعا ما تنسوش خدماتنا الاضافيه لو انتم حابين تقدموا من خلالنا، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.